هل من السنة الدعاء للأئمة جهارا؟ وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟ نعم، قد سمعت فضيلة بن عياض الآن اللي قرأ عليها الآن، قال لو عجبت علمت تعالى صالح على صلح الاستقال، لأن إذا صلح الصفحة صلح الزياد والعباد، هذا علم السلف فضيلة بن عياض. نعم، يقول ولو جاء رجل على السلطان خفية لمظلمة فهل يعد مبتدعا؟ نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلح، يدعو أن الله يفتح حتى يرد عليك مظلمة، هم تدعو عليك إذا دعوت عليه ما استفدت. نعم، يقول إذا جار السلطان وهتك المحرمات وغصب الأموال والأعراض فهل يكون الدعاء عليه بالهلال حينئذ خيرا له حتى لا يزداد إثما، وخيرا للمسلمين حتى يتخلصون من شره؟ وكيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تدعون عليهم وتلعنونهم ويلعنونكم؟ إذا كانت السلطان هكذا فخير لك أن تدعو له حتى يصلحه الله، أما إذا كان يأخذ مالك وتدعو عليه قد تستجاب فيزيد في الجور ويزيد في ظلمه، لكن تدعو له. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الله أنتم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر الله أنتم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، المراد فعل الناس، المراد أن هذا الواقع، ليس المراد أنه يطلع ملاعنة لعنهم، بل المراد أن الناس هكذا، واقع الناس هكذا، أنه إذا كانوا الشرار يتلاعنون.